أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول فاتقوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون جادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساق
صدق الله.